السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم إخواني وأخواتي متابعي قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا أبو علي، حياكم الله أينما كنتم، تحياتي للجميع. أشكركم جزيل الشكر على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم المتواصل، بارك الله في الجميع. وكذلك ومثال أشكركم على الدعوات ديالكم، جزاكم الله خيرا عنا. وبالنسبة للإخوان اللي كيسولوني على حسب الرخصة ديال الطريق اللي جيت معها الغنم، علاش راني كندوز من وسط الطريق؟ راني كنعرقل السير. لا خوتي، راه كلشي قانوني ان شاء الله بحول الله، راه ما كنديروش شي حاجه خارجه نطاق ديال القانون. كلشي قانوني، وكانوا معايا البوليس لتحت، غير ما كانش عندي الوقت، ما قدرتش نسجل لان الغنم اول مره غندوزها من هذيك المنطقه وما عارفاش المنطقه. وكذلك ومثال الاخوان، كنت مخلوع بزاف، اول مره غادي ندوز الغنم انا من وسط المدينه، والغنم عمرني ما دوزها من وسط المدينه. راكم عارفين كنت عايش مع الغنم غير برا، ولكن مع شديت هذا الكوري هذا هنايا في هذه المنطقه ديال توديلا الفوق، ضروري خاصني ندوز من الوسط ديال توديلا. والمنطقه اللي كندوزو منها راهم كيديروا لنا فيها واحد الحجرات ومكتوبه فيهم السميه ديال الكنيضه. كاع المنطقه اللي مكتوبه فيها السميه ديال الكنيضه في هذاك الحجر، هذيك هي اللي كندوزو منها، واخا تكون دايزه من حدا القهاوي غادي تدوز منها، ما عندكش مشكل. وما كاينش اللي غايقول لك في الساعه، لان ما كاينش اللي غايقول لك شحال في الساعه، لان هذاك الشيء مرسوم لكاع موالين الغنم. كاينه غير طريق وحده اللي كيدوزوا منها موالين الغنم بالنسبه لهذه المنطقه الفوقانيه، فيها واحد البودرات وكاتبين فيهم سي دي ا كانيادا. كل شيء كيدوز منها من تمايا، كل شيء، ما تقدرش تدوز من شي منطقه من شي بلاصه اخرى. تجي من حدا لافيزيت، وتجي من حدا ديكاتلون، تجي من حدا السبيطار، تجي من حدا كاريفور. المهم داك الشيء شويه صعيب، ولكن الحمد لله ولله الحمد، ربي كان معنا وجات الغنم ميسره الحمد لله، ووصلت بخير وعلى خير، وما كاين لا تعرقيل ديال السيره الاخوان لا والو، الحمد لله كل شيء كان على ما يرام. وداك الشيء كل شيء اللي كنديروا راه كل شيء كيكون قانوني، ما يمكنش تدوز ب 900 ولا 1000 ولا 1200 ديال الغنم ولا 1300 من وسط المدينه وانت ما عندك لا رخصه لا والو وما عارفش الطريق. اول حاجه قبل كتلاقى مع هذاك الكوارده اللي كمان كيما نقولوا حنايا اللي كيحضي البلادات، هو اللي كيوريك الطريق وكيزيد يعاود يوريها لك باش تحفظها صافي، وكتعلم البلديه بلا راك باغي تدوز النهار الفلان الفلاني ومع الساعه الفلان الفلانيه. البلايص اللي فيهم السير بزاف كيصيفطوا لك البوليس تمايا، كيوقفوا كل واحد كيوقف في بلاصه باش كيحميو لك الماشيه ديالك حتى كدوز نتايا، عاد هذيك الساعه كيمشيو هما في حالاتهم. تبارك الله عليكم اخوتي، وكنبغي نشكركم بزاف على الدعوات ديالكم، جزاكم الله خيرا عنا. والحمد لله هي الغنم راه وصلتها البارح هنايا، درت بها في 25 كيلومتر، صديت مع ال 45 دقيقه بحال هكاك، ووصلتها هنايا مع ال 11. ما حبسناش، جيت بها نيشان على حسب الغنم ما عارفاش الطريق. وكذلك ومثال باش ما يسخنش عليا الحال، الغنم ملي كيسخن عليها الحال كتحبس ما كتبغيش تتمشى. وصلناها بخير وعلى خير الحمد لله. هي دابا خرجت راه كترعى، دابا راه 7:10 دقائق ديال الصباح، الشمس راه ولات في البلاد كما كنقولوا في البلاد عندنا كما كانوا يقولوا والدينا. ايوا الحمد لله. سكو 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 الكابيتان كوري هذا كلب جديد دبرت عليه تبارك الله. كابيتان هو الكابيتان كوري، خاصني نحسن ليه الشعر خير موجود الحمد لله. وهذا الثعلب يلاه داز من هنا، واحد الثعلوب. بالنسبه للثعلب راه ما كيدير والو للبهيم، انما هو الا كانوا الخرفان الصغار كتولدهم البهيمه كيدوز ليهم، اما ملي كيكونوا كبار ما كيقدر يدير ليهم والو. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، صلوا على رسول الله. سكو 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 سكو. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. برشا
هاكا تسمع سميتها وكتشوف فيا غلم راه طرعه تبارك الله، لان دابا الصيف ضروري الانسان يخرج الغلم في الصباح بكري باش ترعى وترتاح، لان العشرة كتحبس صافي ما كتبغيش تزيد ترعى. هذا الجو راه بارد اليوم، البارح صبات شويه ديال الشتاء الحمد لله، والخير موجود تبارك الله. الزرعه الاخوان ها هو يا إلتشي إلتشي ثم إلتشي نقدم لكم إلتشي، حسنت لي الراس ديالو حتى هو خاصني ندزو اصلا. هادو هما الكابيتاليز ديال الغنم، هما هادو هما السراح، السراح الحقيقيين بناقي. هنا الا ما كانوش الكلاب راه ما كاين والو تبارك الله ما شاء الله. سرحات تبارك الله. الخير موجود هذا العام تبارك الله. هيا خلعتها طايره بقره. بررر سكا سكا بررر سكا سكا بررر سكا سكا. واحد المفاجأة لقيتها جميلة ودي يا إخوان سبحان الله العظيم. هانتوما شوفوا شنو لقيت هنايا، الكرافس والله إلا الكرافس بالله سبحانك يا جليل. هادو الكرافس وهذا الكاردو، الله أعلم واش كان شي واحد كي يغرس هاد الشي هنايا، الله أعلم. كاينين الكرافس شحال من نقلة، كاينة وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 تبارك الله 14 15 16 كرافس ديال الحريره. الحريره هما بداو كيديروا الزريعه كاع سبحان الله. شوف ايوا خاصنا نديو منهم نديرو منهم الحريره، هادو راه ناتورال هاد الكرافس. والغنم دازت من هنايا وما كلاتهم سبحان الله. واحد النقله اخرى، هادو تا هما شي واحد كانت عنده شي بحيره هنايا واقيلا والله اعلم. الغنم ما كتاكلش الكرافس.